أنا طال عمرك عندي حلم، حلمت واحد من الربع بيشق ثوبي من تحت، وعقب ما اخذت العصا وخبطته وطلع من راسه دم، وعقب ما قفل من عندي يشير لي بيده اصبر شوي، وهو ما تكلم بس يهديني بيده. وعندي حلم اخر طال عمرك، كنت اكل جدي. لحظه يا محسن، خلنا ناخذ الرؤيه الاولى وبعدين نشوف الرؤيه الثانيه. يا محسن، هل من الاحسان تضرب واحد على راسه يا شيخ؟ اقول هل من الاحسان تضربه على راسه؟ الله يهديك. هذا حلم، هذا لا تشق ثوبي، لا تشق ثوبي، وخذت عصا خفيفه ووقعت على راسه وسال دمه. عموما انت عندك مشكله مع زوجتك؟ لا ان شاء الله. ما في خلاف بسيط؟ شيء بسيط يعني. هو ذاك الشيطان وثوبك زوجتك، حاول الشيطان انه يدخل بينك وبينها وانت ضربت على راسه. كويس انك طقيت الشيطان يا محسن. يا محسن كويس انك طقيت الشيطان. اقول كويس الحق، الله عز وجل يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق.